شو هذا؟ اه مش راح نزيد زايد المسافة. كابس 10، كنت هون كابس 10. طيب عشان نيجي نعمل له زوم شوي صغيرة ونخفف هاي الزاوية، نضبطها نرتبها شوي صغيرة. انت لهون، نرتب هذا الشغل. نيجي هاي المنطقة ضبطناها، هذا الخط اللي عندي صار مناسب. هي Alt زائد B كمان مرة، رح نستخدمها كتير اليوم. ما هيك عادة بصير معنا بالمودرنج هاي المشاكل، مشاكل المودرنج زي هيك عادة بتصير. نحاوله to editable body. طيب هاي الإيد صارت عندي خالصة مع التفصيلة تبعتها اللي هي هون. هلا نمسكها ونعمل منها كوبي على الوجه اللي هون، بس قبل اخذها اديتبل بولي اسحبها لحد هون لهاي المنطقة. هلا ارجعي عندي عادي، اذا اجيت اعمل سلكشن رح حرك هاي القطعة معها. شو احسن حل؟ امسك هاي القطعة واعطيها فريز سلكشن، ايه راحت عنها الماتيريال. كيف بدي ارجعها؟ خلينا ارجع كنترول زد، اجي هون على الاوبجكت بروبرتيز، شو فروزن ان جري، يعني لما اعمل جري فريز ما تقرينيش هذا السطح تو جري. احكي له اه بديش اشوفه تو جري، يعني شكل لون سكني، لون سكني ما بدي اياه يكون هيك. هي اوكي. هلا باجي بعمله فريز سيلكشن، يعني صرت لما اجي بدي احدده ما اقدر اختاره، بنفس الوقت ما خسر الماتيريال. اجي اسحب منه نسخة ثانية، اكيد انستانس لانه نفس الشكل، ونقعدها هون. واخذ منها نسخة ثالثة، انستانس لا انتي كوبي. هالمرة لفي لي 90 درجة، نجيب هاي القطعة هاي المنطقة، نجلسها بالمكان الصح، نمسك هاي القطعة بالأصل، هي أصلها بولي، ناخذ البولي اللي لنا هون. هلا انت ارجع تيربو سموث. هلا بصفي عن الخط هذا، ناخذ هاي القطعة اللي هون نعطيها افكت بيفوت تو سنتر، يعني خلي البيفوت لإلك يجي على السنتر زي ما عملنا بالجدران الدرس الماضي. هلا شو عاملين احنا هاي الفرزة على فكرة هون؟ تعرف هذا الحكي ممكن يغلبنا، فحل بسيط لإلها انه ممكن امسك هذا الوجه اشيل عنه التيربو سموث، اعطيه خط هنا، خط الكونكت هذا اللوب احكي له انت ما بدي اياك، اشيل عنه الفيرتكس، ارد اعمل له اياه نفس الاشي كونكت بخط واحد. اوكي هاي الاوجه دريت ما بدنا اياها، نفس الوقت اعمل له سواء سيمتري، نجرب معامل السيمتري. نسحبه هذا الشكل، احنا بدنا نقزمه لانه يكون بهذا الاتجاه 90 درجة، خليه واي. على الزد اكسس اسف، خليه زي هيك. اخر تفصيلة اوكي. هلا ارجع له معامل التيربو سموث، او ممكن مكان السيمتري خلاص بكل بساطة اعمل منه نسخة تانية، احكي له انتي انستانس، لفي عند 90 او 180 درجة اسف. النتيجة عندي بهاي المنطقة، اعطيها تيربو سموث. بس هلا بتصفي في عندي هون منطقة صغيرة، خليني الغي هون التيربو سموث، وهون اوقف التيربو سموث، واجي هاي النقاط اعملها واحدة واحدة. نعمل هذا اتاتش هذا الشكل، هذا الشكل انت كونفرت تو ذا تيبل بولي.
اتاتش مع هاد، صار في عندي مجموعة من النقاط. هي اولت زائد بي، اسف يوسف يوسف، هنا انتي خمسة او اربعة. اوكي امسك هاي النقاط، احكي لهاي النقاط ولد اذا كان بيناتكم مسافة زي هيك، كانوا بالاول 32 نقطة، جات بدي اعمل ولد. شوف هاي هاي، اوكي هدول فيرتكس وحده، صارت هيك عندي فيرتكس وحده، هون فيرتكس. ممتاز ممتاز كتير هيك الشغل. هلا بقدر اجي اعطيه تيربو سموث، ايتريشن لإله 2 او 3. اذا شاطيت هون اف 4، بلاحظ الشكل عندي صار جد حلو. بقدر هلا امسك هذا القطعه، افكت بيفوت سنتر، وانتي تعالي هون، هاي انستانس. اول زائد بي كمان مرة. اوكي اوكي هاي كنترول اس، خلصنا جزء كبير من الكنباي. تمام، جزء مهم جدا واجهنا، هاي اخذناه هون، اللي هاي القطعة، هاي القطعة اللي هي نفس هاي القطعة بس ملفوفة. نيجي نمسك هاي، روتيت 90 درجة مع شيفت كوبي، وحطه بفيو، اسحبها لبرا، اعطيها سكيل، اسحبها لحد هون، يمكن اضطر اعطيها سكيل داون شوية صغيرة، سكيل بهذا الاتجاه كمان. ممكن باك لازم يكون مبين اطرافها اشي زي هيك. اكيد ما عمرها سكيل بهذا الاتجاه كمان. خلينا نمسك هذا الوجه، نحكي له طالع لفوق 5 متر. نجي نطلع على الواجهة، نعمله سكيل خفيف بهذا الاتجاه. ايوه صار عندي سكيل. هلا نرجع هذول الخمسة متر، رفعناه ماينس خمسة، ماينس خمسة. هيك صارت عندي الكنباية موجودة، هي من الفرونت، هي الظهرية لإلها موجودة كلياتها. لحد هلا كل شغلنا بالسليم. إذا جيت مسكت كل هذا الشغل هلا، قلت له أنت اطلع لي مثلا متر لفوق بدل ما أعمل هايت، جيت بدي أعمل هاي القطع. هاي القطع كيف بدي أعملها وكيف ممكن نشتغل عليها؟ نيجي عليها على الفرونت، هي أصلها بوكس. فون on the right، جيت هون على البوكس ارسم، يا برسم عشان هذا orthographic r بوكس برسم. مش طيب ماشي، مش مشكلة. نيجي معناته هذا الشكل كله يا ترى احنا مختارينه. اجي احكي له سالب متر، استعرف هذا الاتجاه من اتجاه الاكس متر. هاي ارسم الكنباي من فوق، يكون في عندي هكد حدودها، يمكن اكبر شوية صغيرة، ارتفاعها اضطر احدده من الصورة. اجي امسك هذا الشغل كله، خلاص نعمله هايد سلكشن، ما في مجال، ما في مجال غير نعمل هاي سلكشن لانه بطل يرسم على الرايت. انت اريكس تعالي كمان واحد، انت هاي كمان هاي سلكشن. نيجي هون نرفعها بالمقدار اللي بدنا اياه، نسحبها لهون نتفه صغيرة،
نكبر الحجم. أخذ هذا الاتجاه زي هيك، نكبر الحجم، نزيد شوي صغير المسافة في حجم الكنباية زي هيك مناسب. هلا زي ما عملنا بالإيد من هنا نحولها تو إديتابل بولي، بعديها بدي أعطيها كونكت من كل الاتجاهات، 1 2 3، أزيح المسافة بيناتهم، أزيدها، شاط الكيرف الموجود عندي هون، الكيرف اللي عندي موجود تقريبا زي هيك كبره، أتوقع مناسب. أعطي هاي المنطقة برضه نفس الإشي، أتوقع هيك برضه مناسب. هاي المنطقة أعطيها الكيرف تبعها، خليه يكون زي هيك، أتوقع هيك مناسب حلو الكيرف. إذا أعطيتها للتيربو سموث 1 2، بيطلع عندي قيمة مرتبة وحلوة، بس الكنباية منفوخة شوي صغيرة. كيف ممكن أحصل هذا الانتفاخ؟ أقدر أجي أعمل من هاي المنطقة كونكت خطين، لكن هنا أنت برضو خطين، لعب بهاي المنطقة حصل منها يمكن 3 خطوط، يمكن 3 خطوط، أتوقع هيك صارت مناسبة. هي حتى إذا كانت خط خط يمكن تكون أحسن. أوكي، إذا جيت عليها هنا من الفرونت أخذت هاي القطع، إنتي تعالي صيري انزلي، خل أعمل ديفورميشن يعني تشبيه شوي صغير بالشكل.